انت تعرف ان من ضمن العادات والتقاليد في المغرب الزواج الزفاف، بيشيلوا العروسة فوق هودج، بيحطوا العروسة جوه الهودج. ايه هو الهودج ده؟ الهودج ده زي حاجة كده كانت زمان بتبقى فوق الجمل، فوق الجمل بينقلوا فيها الامراء وبينقلوا فيها الملوك، بيحطوا العروسة يوم الزفاف في الهودج ده وبيقعدوا يلفوا بيها، بيقعدوا يلفوا بيها في المكان في النطاق بتاع الزواج. دي من بعض العادات والتقاليد في المغرب، دي كانت طقوس قديمة ما قبل الإسلام، يعني قبل الإسلام هم كانوا بيتبعوا الطقوس دي. والموضوع دوت عندهم اسمه العمارية، اسم الطقس ده عندهم اسمه العمارية، ودي من بعض الطقوس والعادات والتقاليد اللي في المغرب. وعلى فكرة المغرب فيها عادات وتقاليد جميلة جدا، علمت العرب حاجات كتيرة جدا. يعني من ضمن الطقوس والعادات والتقاليد ديت الحمام المغربي. طبعا الحمام المغربي بالنسبه لنا احنا كمصر احنا فاهمينه، انا مش هقدر اتكلم في تفاصيله طبعا، لكن وفي بعض الدول التانية زي مثلا سوريا ولبنان والعراق وفلسطين معروف ايه هو الحمام المغربي، اللي هو الساونا والبخار وبعض الحاجات التانية اللي بتعملها العروسه قبل الزفاف او في يوم الزفاف. المغرب السياحه عندهم دلوقتي كويسه جدا، الطقس القديم والعادات القديمه والبيوت القديمه والأشكال الجميلة والألوان الحلوة، دولة جميلة وجواها حلو. دي من بعض المدن الساحلية في شمال أفريقيا عشان لو محدش يعرفها.